البلاي اللي التحقوا بينا ضيوفنا في اول نص ساعه اليوم كما حكيت السيد فتحي المكون المدرب الوطني السابق. سي فتحي شنو احوالك؟ مرحبا. شنو الامور؟ لاباس؟ لاباس. سعداء برشا بوجودك بحذان، تاريخ كبير تقريبا في كره الطائره، فرحان برشا شخصيا انك موجود بحذان. بارك الله فيك. وان كان اكسبريس اف ام متعود عليها وكانت دائما واقفه بجانب الكره الطائره وجانبي انا شخصيا، وكانت اول زياره ليها ليا كانت 2015 بعد كاس العالم في اليابان، واللي تعرضنا لعدة مع شكون وقتها؟ والله كانوا عندك زملاء، وزاد كانوا زملاء هايلين وطيبين والحصه هذيك غيرت المعطيات كلها. باه يعطيك الصحه سي فتحي فقط في الميكرو. الله يبارك. باه ايضا زميلنا الاعلامي قام من قامه الاعلام سي توفيق العبيدي، شنو احوالك؟ مرحبا بك اسلام ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام. عاد انت طول للدار مش اول مره بحذان. اي برشا مرات. مرحبا بك سي توفيق. دونك باش نحكيو على قرعه المنتخب الوطني التونسي في بطوله العالم، مجموعه صعيبه ومش صعيبه، حتى كنا نحكيو مع سي فتحي في الاوف، نجموا نعملوا حاجه في البطوله هذه مع منتخب روسيا، مع منتخب صربيا، منتخب بورتوريكو. خلينا ناخذ من عندك كلمه سي فتحي، ولو نحكي شويه على الكلام اللي حتى اللي قلناه قبل شويه في الاوف، كيفاش تشوف حظوظنا؟ لا احنا حظوظنا انا نقول انه المجموعه اخف الاضرار مع مقارنه بالمجموعه نتاع الفرق الثانيه كما مصر، كما الكاميرون. اي احنا مجموعتنا فيها على الاقل بورتوريكو. بورتوريكو انا واثق انه الملعبيه نتاعنا في متناولهم بورتوريكو، وهذه حاجه واثق منها لانه التجربه اللي حصلت عليها اللي حصل عليها الفريق توا، واللاعبين قادرين باش يكسبوا بورتوريكو. معنويات كيف كيف ومعنويات. نعم الملعبيه نتاعنا ما عادش يخاف، تتويج بطولة ما يخوفوش. تتويج بطوله افريقيا اوكي صحيح، ولكن الدخول توا في ضد الفرق العالميه اصبح ما يخوفناش. وعلمت ذلك انه عملنا 3-2 2014، عملنا 3-2 ضد كوبا في بطوله العالم 2014. الاولمبياد الاخير كيف كيف زاد مع الارجنتين، مع الـ مع الـ مع الارجنتين عملنا 3-2 توا في الالعاب الاولمبيه هذه. وبالتالي انا اقول انه ما عادش يخوفوا، لكن لابد من تحسين نوعيه العمل نتاعنا واللعب في المباراتين الاخرين اللي هي صربيا وروسيا. لانه في الدور الثاني اذا كان نربحوا احنا ان شاء الله بورتوريكو باش يكونوا الثالثين، وبالتالي فما في الدور الثاني باش ياخذوا ال 12 فريق، يعني الاثنين من كل واحد احسن الثالثين، نكونوا من افضل من احسن الثالثين حتى نصعد نلعب دوره اخرى اللي هي تخلي لك تلعب ثلاثة مباريات أخرى. يعني السيستم هذايا أفضل من السيستم اللي كان قبل من 2014. علاش؟ لأنه مش جي تخسر وتروح. لا توا تجم يكفي أنك تربح مباراة واحدة وتدخل تزيد تلعب ثلاثة مباريات، وهذوما المباريات اللي احنا محتاجين فيها الاحتكاك خاصة. اي نعم محتاجين لهم للتجربة ولتقوية شخصية الفريق اللي هو ما يتكون إلا بالمباريات الرسمية. سي توفيق ايضا انت تقريبا مدرب كره الطائره، وكنت كيف كيف في الجامعه التونسيه كمرحق اعلامي قريب من الاجواء، تعرف منيح المنتخب، منتطع على الكواليس، كيفاش تشوف المنتخب في بطوله العالم؟ اي انا كذلك لعبت في نجم اولمبي الحق الكرم في المنطقه هذيك، وكما قلت انضميت ما عنديش حق المعلومه هذه غلط عليك. وحاجه اخرى زعما انضميت مشيت حتى قبل يعني كثير من المباريات كما بطولة العالم 2010 مع سي فتحي في فيرونا في إيطاليا، إلى جانب تغطيتي يعني الأكثر مباريات حتى في مشيت وقتها مع اتحاد إذاعة الدول العربية عام 2012، وكنت انقلت المباريات اللي لعبهم المنتخب، وجريت حتى حوارات مع سي فتحي المكور في أنا ذاك الوقت. وعام ديجا هو سي فتحي مدرب التاريخي تقريبا المنتخب أكثر واحد عادة أكثر واحد قديم لي سي فتحي. أنا يا سيد العزيز بديت كمدير فني للجامعة التونسية للكرة الطائرة من اكتوبر 1975 الى 82 كمدرب اول كمدير فني. أي كمدرب اول وكمدير فني وطني. اي فهمك. اي نعم. وكمدرب اول كمدرب اول اخذيتها من 2014 ل 2017، وبعدين من 2010 ل 2016 اكثر مدرب. 9 سنين معناها ما شاء الله اكثر مدرب اخذ المنتخبات وخدم الكرة الطائرة على مستوى العالمي وعلى مستوى الدولي.
ثم بعدين هنالك انجازات اخرى مع الانديه اكيد الافريقي مع الترجي التونسي مع نادي سيدي بوسعيد، لانه نادي سيدي بوسعيد اللي بديت معاه المسيره نتاعي سنه 1974 وانطلقنا من هناك. وبعدين تم اقتراحي من طرف المرحوم الله يرحمه وينعمه استاذي الكبير سي حسين بالخوجة، سي حسين بالخوجة اللي زي اللي انا ادين له بكل اللي انا وصل، هذه حقيقه وليس مجامله، هو توا الله يرحمه ويجعل مأواه الجنه ان شاء الله. أكيد. كانت بصمات واضحه لي في كل شيء، في الانضباط، في الشغل، في الجديه، في عده اشياء، والحمد لله كنت ربما عند المسؤوليه وعند الـ التفكير اللي كان يفكر فيه سي حسين بالخوجة الزي بالخوجة، يعني انا دائما نقول له سي حسين ما نقولوش الزي، لانه يعتبر بالنسبه لي انا اخوه كبير، بو اللي تحب، وهذه حقيقه اكيد. اي كمان استوفيق كيفاش تشوف حظوظ المنتخب؟ اي كما قال يعني رمز من رموز الكره التونسيه زيزي بالخوجة اللي انا نعرفه حتى صغير، وكان في الترجي الرياضي التونسي ثم المنتخب الوطني، وهو وضع الاسس والحمد لله. يعني الاعضاء نتاعو كما فتحي المكور وغيرهم هما اللي وصفوا المشهد. بالنسبه لحظوظ المنتخب التونسي انا راه حاليا يعني الفريق، لانه مش وليد اللحظه، مش وليد البارح، يعني ثم عمل قاعدي كان قديم ياسر تاسس اللي ولات عنا يعني المجموعه هذيه اللي ولات ما عادش تخاف، على خاطر نحن في وقت من الاوقات يعني انهزمنا في بعض المباريات، لكن مع فرق كبيره ياسر هذيك تكسبك الخبره تخليك. ثم ان كره الطائره خلافا هو تاكيد لكلامك هذه المشاركه السادسه على التوالي للمنتخب بالضبط. فهمتني. وحاجه اخرى، هي الكره الطائره لعبه يعني من قديم الزمان تشارك، مش من توا، نحن مش جديد علينا باش نشارك. هذه 11 المشاركه، مشاركه رقم 11 معنا بالضبط. وثم حاجات نتائج اللي عملناهم حتى في الوير ليك توا يرجع عليهم سي فتحي كل شيء، وقت كيفنا في تونس ربحنا كل المباريات نتاعنا، مش شيء سهل يعني. وهذيك بالمجموعه هذه اللي تكونت ولات عندها يعني روح انتصاريه، ما عادش تخاف من مهما كان اسم الفريق اللي باش تقابل معاه. وثم تعودت انها تلعب مع روسيا، مع بولونيا، مع ثم بعد نتكلموا حتى انا نحب نسال ربما مع سي فتحي باش نحب نتفاعل معاه. صحيح بالنسبه للمنتخب التونسي يجم يربح بورتوريكو، وربحناها قبل وربحتنا حتى هي في بعض المناسبات وكل شيء، ولكن ما هي التاريخين المناسبه الوحيده لعبنا معاها حسب الارقام اللي عندي تاكد لي سي فتحي شنو قال وقتها في 2006 وإحنا فزنا 3-1 بالضبط. وفي الورد ليج ربحونا وقتها كنت اتذكر 3-0 سي فتحي، وقتها مشينا وقتها لعبنا لها في مونتينيغرو، كنت اتذكر في مونتينيغرو وقتها مع معهم سوتو ولا أي. انا بدي انا حضر فيه ولكن وقتها مازال الفريق مش مستعد. يعني 2013 وقتها عملنا كل المستحيل باش ندخلوا نلعبوا الدوري العالمي صحيح الورد ليج، لانه مصر كيفاش كونت الفريق نتاعها؟ مصر وقت اللي احنا خايفين انه نشارك في الورد ليج، مصر تلعب في الورد ليج وتعمل في 3-2 و3-1 ضد روسيا وضد البرازيل وضد كذا وتتقر في العالم كله، وعملوا تقريبا 3 أو 4 أو 5 سنوات. تصور انتم هيك 3 ولا 4 سنوات خلات طلعت نجوم من نجوم الكره الطائره العالميه كما احمد صلاح وعبد الله عبد العزيز وعبد الله عبد السلام وهذوما اللي كانوا نجوم ولعبوا في اعتى البطولات. عبد الله عبد السلام الباسور هذا يلعب في سيتي تريفيزو، سيتي تريفيزو هذا بطل بطل اوروبا وياخذوا افضل مرسل عبد الله عبد السلام. احمد صلاح لعب في تركيا ولعب في روسيا وياخذ افضل ميقاتي في او اللي عنده نقاط في هذا. حنسالك سي فتحي، شنو هي الميزه في المنتخب نتاعنا هذا في الجينيراسيون هذه بارابور اللي قبل؟ نجموا ما باش تعديو بالي تو مثلا كيما كره اليد، نحلموا مع منتخب كره اليد في بطوله العالم، وقتاش منتخب الفولي نوصلوا نحلموا معاه باش تعديو التور الثاني ولا ما يفعل؟ شوف اللي موجودين حاليا هي هما عندهم امكانيه للتطور، ولكن انا اقول لك وانه البطوله الوطنيه اللي عندنا وهذه توا الناس كل تقول فيها سيطرة على الترجي واضحه، ظهر لي بطوله ضعيفه اي وقت اللي انت تلمد الناس كل في جمعيه واحده صحيح. يعني انا اقول وانه لو كان يلعبوا دوري ولهنا ما لهمش ترجي، لهم لقيت الجمعيات اي لو كان يلعبوا ضد بعضهم هما فريق واحد وفريق اثنين في الترجي يكون ماتش اقوى ربما يستفيدوا اكثر. وهذه مش باهي الكره الطائره، ولكن هنالك مسؤولين
مسؤولين في الأندية ومسؤولين في الجامعة، مفروض أنه يقوموا على ولكن قبل ما نوصلوا أنه شو ممكن نطوروا بالنسبة للفريق هذا، احنا توا الفريق هذا ولا وحده، لا عندك جونيور ولا عندك كادي ولا عندك تحت 23 سنة. ما معناه ما عندناش. أعطيني الفرق متاع الكادي، فريق الجونيور. احنا توا عنا ثلاثة سنوات وأربع سنوات ما شاركناش إلا في بطولة عربية إلا في بطولة أفريقيا، لا الشباب ولا الناشئين تحت 23 سنة. المصيبة، وهذه أنا كتبت مقالة كبيرة، أنه وقت اللي أول مرة في حياتي من 40 سنة، أنا جاي فيه 42 دو ميتي، أول مرة في حياتي نشوف وأنه المنتخبات التونسية غايبة على مستوى الناشئين وعلى مستوى الشباب. الكادي جونيور، انت تعرف الكادي بتاعنا في بطولة العالم 2007 تقريبا ولا 2006 ولا 2009 خذينا المركز السادس على مستوى العالم. وشكون طلعوا منها؟ طلع منها محمد علي بن عثمان، وطلع منها صدام الحميسي، وطلع منها عدة لاعبين اللي استفاد منهم الفريق الاول وقيناه. علاش؟ لانه وقت اللي يبدا عندك كادي جونيور يلعبوا بطولات افريقية من اللي هما كادي، يلعبوا بطولة عالم، بعدين مش تعدوا للجونيور، مش يلعبوا بطولة افريقيا جونيور، ومش يلعب بطولة اكسبيرينس كبيرة. انت وقت اللي تستقبلهم بعدين في الفريق الاول، هذوما لاعبين لك دو شامبيونات دو مون اي دو شامبيونات دافريك. فما اللي واحد كيما خالد بن سليمان لعب اكثر من بطولة افريقيا لانه سنه صغير ودخل بكري، كيما محمد علي بن عثمان لعبوا اكثر بطولات افريقيه واكثر بطولات عربيه وحصلنا عليهم، ومشاو لعبوا بطولات العالم وعملوا مراكز من اطيب ما يكون. وبالتالي انا ما نجمش نقول وانه يلزمك تطور، لانه العدد مهم جدا، اللي موجودين حاليا ممكن يتطوروا ولكن ما يجموش يتطوروا في الوضع الحالي. وهذه اكبر واخطر حاجه اللي قاعد يمر بها الكره الطايره حاليا، هو عدم وجود القاعده اللي تم إهمالها بقصد أو غير قصد. أعطينا ربما الفلوس كل محطوطة للفريق الأول وهذا لازم، ولكن وقت اللي تهمل أنت الناشئين والشباب نهار اللي تفيق. احنا شو اللي صار لنا؟ علاش قعدنا خمسة مرات بطولة إفريقية ما جبناش بطولة إفريقية، ملغري اللي احنا من 87 ل 95 قعدنا زيادة 8 سنوات، يعني 4 بطولات إفريقية وما تكلم حد. لكن احنا وقت اللي خسرنا الخمسة بطولات واحنا وقتها نبني في الفريق هذا، انه البناء ما يجيش راهو بالكلام، لا يلزم وقت، وكل الفريق ياخذ وقت. وقت اللي احنا كنا فرحانين ونربحوا في بطولات افريقية ونمشيوا للبطولات العالم وكذا، مصر وما خدمناش تحت وما طعمناش الفريق كما يلزم، فريق اللي هو كان فيه خالد بالعيد ونور الدين حفيظ ومحمد البغدادي وغازي كدارة ورياض الهديلي، ما طعمناهش وما عملناش حساب لتشبيبه عن الطريقة العلمية. المصريين خذوا من عندنا الخطة وبداوا يخدموا في الكادي والجينيور. الكادي اللي آخر بطولة إفريقيا اللي لعبناها هنية في قليبيا، الفريق متاعنا الكادي ربح مصر 3-0 وخذينا بطولة افريقيا وشاركوا في بطولة العالم. وينهم موجودين هذو؟ مش موجودين، ما تمش تجميعهم، وحتى اذا كان تم تجميعهم في ظروف سيئة وسيئة للغاية. وينهم؟ علاش ما عندناش جونيور؟ علاش؟ تقول لي ايبيديمي، ايبيديمي على العالم كله. شنو السبب؟ شنو يرجع؟ يقول لك والله اهمال. شنو بالضبط؟ فلوس؟ لا، عدم اهتمام. هو المهم انه يربحوا شامبيونات افريقيا سينيور، وكانه احنا اول مره باش نربحوا. حتى 2017 الهيصه والزيطه والزنبليطه اللي عملوها ايام مهم سي فتحي كومي، مانيش ضد، ولكن ما تهضمش حق الناس. ما تنساش الفريق هذاك للتاريخ، هو موجود عندك التاريخ موجود عندك في الاتحاد الدولي، موجود الفريق هذاك بادي من 2010. المجموعه هذيك تعداو فيها اكثر من 30 لاعب باش وصلنا نعملوا لا سيليكسيون هذيك تاع الموجود. حسيتك موجوع من الناس الموجودين توا في الجامعه التونسيه لكره الطاوله؟ لا، هم ما يجموش يوجعوني. علاش؟ لانه عمري ما خدمت للاشخاص، الحمد لله نعترف الناس اللي خدمت معهم كثر خيرهم ساعدوني، ولكن يا اخي
نكران الجميل الى متى احنا باش نقعدوا بالطريقه هذه؟ وهذه قلتها المره اللي فاتت في اذاعه زميله ليكم، قلت الى متى باش نبقاو ناكرين جميل الناس اللي خدموا قبل؟ يا اخي شو تخسر انت باش تجي تقول انت تعرفوا انه انا علاقتي مع اللاعبين اليومنا هذا، ولكن مش باش نسميهم اللاعبين اليومنا هذا، يتصلوا بيا ونتكلموا في التليفون وفي كل المناسبات والعياد الاسلاميه والعياد ورمضان نتقابلوا، وفي بعض الاحيان نتقابلوا ونشربوا كاستاي مع بعضنا مع اللاعبين هذوما، ولكن ما نجمش نقول اسمائهم. علاش؟ لانه سيتعرضوا الى هرسله، واذا كان باش تقول وانه العمل هذا راهو بديناه بكري، مش بقى انت ما خدمتش، لا لا انت كملت، ولكن انا عملنا الصعيب اللي هو وضع القواعد الاساسيه والسليمه لبناء بناء الشهر. سي فتحي هو حتى سي توفيق كان ضيفنا ويعرف، انا نحب الصراحه هنا يعني متبي تمشي دروا وبيوت وين شفت بالضبط نقرا للجميع، ما نحبش كلام في الفاعات كما نقولوا في الفاك، ماذا بيا احداث انا مش قلت يعني انا كملت العمل متاعي 2016 بديت اخر فتره خدمتها 7 سنوات 2010 11 12 13 14 15 16 وصلنا الى انه باش ناخذ بطوله افريقيا، ما خديناهاش 2015 لكن متاكد 1000% انه 2017 تكون. علاش؟ لانه احنا وقت اللي عملنا الخطه نتاعنا عملناها على اساس انه عندهم 3 لاعبين، مصر عندها 3 لاعبين ولاعبين قويين وقويين جدا اللي ظاهيو اي لاعب في العالم، ولكن هذوما عندهم وقت اللي يمشيوا فيه، ما هو فيش يعطيو المردود. كنا يا 2015 اللي هو احمد صلاح وعبد الله عبد اسمه عبد الله عبد السلام، وفما لاعب اخر مركز 4، هذوما اللي موجودين باش يجي نهار، يا مش 2015 مش يكون 2017. كملنا العمل نتاعنا. على فكره لم يتم تكريمي لا من المجلس الاداره السابق الجامعه مكتب الجامعه السابق مكتب السامع ولا هذا، وكان يا زيد ما غزيت يا ابو زيد ما غزيت. وعليش وعليش كيسكو تو بيبا؟ انت تعرفش والله سي توفيق يعرف ان بعثت له انا من شهر تو بالضبط ونعطيك، وهو زميل ليك في التلفزه البحرينيه، ما نعرفوش شاب كيف كنت انا ما نعرفوش ما لحقتش عليه، وقال لي وهو التسجيلات موجوده، كلمني في الواتساب دكتور مرحبا كذا كذا، قال لي احنا باش نكرموا رئيس الاتحاد البحريني للكره الطائره اللي كانت النتائج نتاعو عاليه جدا في وقت اللي كنت انت موجود من 82 ل 87، وبالتالي نحبوا منك اولا تذكير باسمك اللي لا ينمحي في الذاكره البحرينيه، شوف هو موجود وطون عديهم لك، وبالتالي نحبوك تشارك انت معانا في الاحتفال هذايا في المقابله هذه التلفزيه باش يكون نهار كذا كذا، تجمش تبعث لنا فيديو صغير تقول لنا كلمه للاستاذ محمد جاسم حماده، شو اللي فيه عملته وبعثته وتعدى وكان لي وقع كبير وكبير جدا. انا تعرف وقتاش خرجت من البحرين من 87، ولكن ما قطعتش على البحرين لاني كنت نمشي نعمل استاجات ودورات تدريبيه، قعدوا يتذكروك لمده 36 سنه من اللي خرجت ولا 34 سنه ما نساوش. قبل بشهرين زملائك سي توفيق اللي كلموك في البحرين، علي الباشا فواز السمسان زاد كلموني وقالوا لي عنده ايادي بيضاء على كره ورقه كامله في الجريده وهي موجوده للدكتور فتحي مكوري. يبقى نعرفوا قيمتك ما غير مش حتى هما مش ياكدوا نعرفوها اكيد الناس كلها. يا سيد العزيز انت تتكرم عند الناس والناس كرموك، وليت قلت في اعتقادك متعمد ولا سهو؟ لا لا هو هو مش سهو، لا لا مش سهو، لا لا احنا مع الاسف انغرست فينا عدم الاعتراف بالغير وبالجميل. يعني انا السيد هذايا سي توفيق هذايا نعرفوا بعضنا اكثر من 30 سنه، وتعرفنا على بعضنا في ملاعب الكرة الطائرة وفي الخارج، وقعدنا ديما نعترفوا لبعضنا بالجميل، انا شلون اللي فت به وهو شلون اللي فادني وهو موجود، علاش ما نقولش كلمة الخير؟ يعني انا الراجل هذايا اللي توفى الله يرحمه وينعمه استاذي وقراني واللي عملوا معايا ما نجمش
ما نجمش نقوله توا في الـ في الـ في الاذاعه اللي عملوا معايا شيء كبير، يعني نحرم عليه ان يجي نقول وانه هذاك استاذي. فما ناس اخرين على سيدي بالخوجه، على سي حسين بالخوجه يعني. فهمت شو اللي شو الى متى باش نلقاو في الجحود هذيا؟ وهذه اللي قلت انا في التلفزيون المر في الاذاعه المره اللي فاتت، يزينا من التشكيك. شو لاعب يجي يقول وانه راي الخدمه هذه راهو بديناها 2010 و2009 وكذا، يتم شطبه من المنتخب. شكون اللاعب هذا؟ المنتخب لاعب من اللاعبين. هو صار هذا؟ اي صار. اي يعطيني شكون اللاعب مثلا موجود مرابط مثلا ولا هذوما؟ فهمت، تم شطبه من المنتخب خاطر تم تم ابعاده خاطر قال اي وقت اللي وقت اللي هذوما ناس ناس جديين وناس عاشوا معنا. ما عادش باش نزيدك حتى اسم اخر لانه مرابط تبارك الله هكا يلعب وشاقق طريقه في من افضل الاشياء اللي خسر تونس، مش هو مش هو. فهمت، ما اكثر من هكا ما نجمش نزيد. علاش؟ لانه باش يتعرضوا الارسال ما وهرسلة على غير فايده. يمكن سي فتحي سي توفيق عنده واجب تحفظ، انت انت شو تنجم تضيف سي توفيق؟ انا اغذر هو بالنسبه لسي فتحي خاطر كونهم بمثابه الاب، اكيد ثم برشا لاعبين اللي كنلولو المحبه والمعزه، وانا نعرف ثم حاجه اللي وقت كيف خذاو مثلا كاس افريقيا الاخيره يعني اتصلوا به هاتفيا وقالوا راهو الفضل الكبير راهو يرجع لي اللي كنتي اللي كونتنا باش خذينا. مش يعني تقول اساميهم نيت نحار؟ لا 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 اسمح لي بركه التوفيق. انا وقتها 2017 وقت اللي البطوله الافريقيه تلعب في مصر، تلعب في مصر، انا وقتها في دبي عند ولدي، والله وقتها انهارت ونمارس في الرياضة. خذينا البطولة وانا نتفرج وقتها في المباراة يعديوا فيها كسبنا. اقسموا بالله وها موجودين اللاعبين، نجيبش قول اسبهم، ولكن تقريبات خمسة وستة وسبعة لاعبين وتسمع سلم عليه راهو البطولة متاعك انت، سلم عليه هذه خدمتك انت. يعني اذا كان اللاعبين الحمد لله يعترفوا واليومنا هذا انتم كمسؤولين ليش انت مش غايب فتح مكون؟ مستحيل. صحيح. مستحيل. وبالتالي اذا كان نتكلم يا اخي خلي نصحاو شويه ونصحصحو شويه كما يقول المصري ونبعدوا هالغبار هذا اللي قاعد داخل في غشاشنا نهائيا، غبار الحقد وغبار انه بعد هذا رقد هذا ما بعد هذا. وينهم وينهم المدربين؟ انت تعرف انه مفضل المدربين حاليا سابوا المجال مشاو لبرا، برا مشي سال عن النتائج كلهم. صحيح. كلهم موجودين ومن افضل الفرق عن قاعدين يدربوا في بلعيد في السعوديه خالد بالعيد ورياض رياض ورياض الهديدي السعوديه، رياض الهديدي في السعوديه في اكبر انديه خذا تريبلي وفرق بعد البيس اي اكثر اكبر انديه قاعدين ونزار شكيلي علاش علاش هرجشتوهم؟ علاش علاش ما فهمناش شو تجيب لي اللي يبندر لك؟ لا لو فولي بون نا بلو بزوان دو سا. موضوع كبير سي فتحي، مجال اكيد في مناسبات قادمه ان شاء الله يكون عندنا المجال اكبر باش نحكيو فيه الموضوع، اكيد نحاول نحلوه حتى في مناسبات اخرى مع منتخب كره القدم. شكرا لك سي فتحي شرفنا بحضورك اليوم. مرحبا بك وانا اسف اذا كان لا لا بالعكس 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 هو قول الحقيقه صعيب، ولكن انا ما ندافعش على نفسي. ما الفوليبول تاريخك وانت زاد في الفوليبول، الفوليبول عطاني برشا انه كم من دكتور طرطور انا دكتور، ولكن الفوليبول هو اللي خلى اسمي يبرز اكيد، وبالتالي انا مدير له. صحيح. وكل مره نشوف وانه باش يتمس ما نسكتش. يعطيك الصحة، شكرا لك سفات حياة نستوفيق العبيدي شرفتنا بحضورك اليوم، شكرا جزيلا. حبيت نقول بركة كلمة، راهو الفوليبول باش الناس حتى على المستوى يعني الرياضة التونسية في السجل، راهو سي لو سبور لو بلو تيتري في تونس اللي جاب أكثر الألقاب، خاطر باش الناس يقولوا ساعة ساعة كرة اليد ولا حاجة، لكن لا راهو صحيح وهو بالأرقام وبالثبات راهي هي الكرة الطائرة هي اللي جابت أكثر الألقاب لتونس على الصعيد الدولي. هذا نحب نثبت. يعطيك الصحة نستوفيق صفية في الأخبار وبعد مكملين حتى الربح.